سامحوني إذا بتعرفوا تسامحوا. ما بقى لي أمل أبداً بأمة العرب أكتر من رئيس حاكم غربي وشرقي بيعتين ورانا. نحن ثلاثة بأمة العرب اللي بتريدوا، وبيل جيت ومصريات وهو وكلها. قلت له ما بدي. ميتشو سكت. سبكتيترز العلماء صاروا عملوا مؤتمر للعلماء بتركيا. جوردن ماكسويل حكيك، جيم هامبل حكي معه، وجسمه هين حكيت معه وما راح. من كل الكواكب اجوا بيحترموا بيقدروا الانسان. منه جسد يا اخوتي، هي بيموت كومبوست. الحقيقه ما لها عمر، لا بتخلق ولا بتموت. كلنا عائله ملكيه، كلنا من روح الله. كم نبي في عندك بهالارض؟ ان شاء الله بعد ناخذها على الاقل ثلاثه. ارض قاحله على الاقل، والمصاري موجوده، منا عايزينكم. وبلش يزرع المورينجا وطلعت عندك. انا ما طلعت عندي. لا تطلع. لانه ما عرفت اسقيها، بس لبيب بدي يبدع فيها. واحدك عنده عشق للزريعه. هلا رح تشوفوا كيف تقدروا تضووا العالم كله بلا شركه كهرباء وبلا ما تنطفي عنا. ما فيني اقول لكم كم مره بتنطفي، امبارح شي 10 مرات. تفضل. ما في هذا، يعني هذا العلم موجود من شي 100 سنه، من اكثر من 100 سنه موجود، وكل ما يطلع عم ينطم، كل ما يطلع عم ينطم. ليش؟ لانه الناس منهم جاهزين له اصلا. اذا الناس منهم جاهزين للكنز، الكنز ما بيجي. يا حبيبي محمد طلع على الجبل، ما قالوا للجبل انت تعال عندي. يا حبيب الله قلت بنعمل فيه حرب ودمار، ما عم نفكر غير بالاسلحه وكيف بالطائفيه، وانا صح وانت غلط، وعم نقتل في بعض ونسلح شايفين. الجيش ومنشلح بناتنا ومنشلح. لما الرسول قال اذا قامت القيامه بايدك شتله ازرعها. يا حبيبي ما عم يقول للناس اهم شيء تعملوه خصوصا في هذا الزمن هو انه الناس تزرع تخضر هالارض؟ هذا هو الاسلام، مش الاسلام يلي عم يقول انا صح وهذا هو فتنه للدين، وهذه الطائفه هي اخطر على الاسلام من اليهود. يا حبيبه قلبي وين الفطره؟ وقفتني راهبه قالت لي اللي عم تحكي عن محمد حقيقه، بس ما بسترجي اقوله للراهبه. بسمعك على السكت. الاقربون اولى بالمعروف، الناس كلها وحده. يعني شو بدي اقول؟ هلا هاي شغله كثير بسيطه، يعني ما بعرف. هلا بالنسبه للناس هي شغله غريبه لانه ما حدا بيعرف بهذا الشيء. في معي ثلاث شباب بالاستوديو، ثلاثتكم فيكم تركبوها. هالقد بسيطه. ويك اب بقى. الحين. يعني هي بسيطه كثير، وهي بدايه شغل تسلا. ما الكل يعني بتخيل تسلا، حطوا تسلا وبتشوفوا كيف قتلناه. بس قتلنا الجسد. الساجد ما بيموت. هلا هاي كنت عم بعمل شغله قبل ما ادخل فيها. كنت عم بعمل شغله فظيعه. اللي هي عم بجرب بشيء، وانا عم بجرب ما بعرف انتبهت على شيء، انه لما كنت عم بمرق على الجسم هون احس فيها هون ما احس فيها، مثلا هون احس فيها هون ما احس فيها، هون احس فيها هون ما احس فيها. كنت احس فيها بمناطق معينه ومناطق ثانيه لا. فشو سويت؟ جبت قلم وصرت هون حاسس حط نقطه، هون حاسس حط نقطة، هون حاسس حط نقطة، هون حاسس حط نقطة. ضليت حط نقط. بس خلصت رحت فتحت كتاب يلي بيحكي على الأكيوبانكتشر، على الوخز بالإبر الصينية. لقيت هالنقط يلي موجودة هي نفسها النقط يلي محددة من آلاف السنين بهالكتب يلي بتحكي عن الأكيوبانكتشر، من خلال جهاز بسيط فيه أي واحد يعمله. طبعاً هلأ إيش مبدأ الوخز بالإبر؟ أول شيء أنا عرفت هالمناطق يلي بتستقبل الطاقة بسهولة، يلي هي كشف لي إياها الجهاز، أو يلي ما بعرف كيف كان كيف كشفوها زمان. المهم كشف لي إياها الجهاز، عرفت شو هاي النقاط. بعدين لو ما عندي العلم تبع الوخز بالإبر إنه أعرف بالضبط هاي النقطة أو هاي النقطة، لو ما عندي العلم بمجرد ما أنا حددت النقاط وبمشي عليهم بمشي عليهم بمشي عليهم بيصير في ستيميوليشن، توازن بكل مسارات الجسم. طبعا لما يكون عندي العلم افضل، حتى بعرف انه هاي النقطه يلي بتسرع لي الموضوع بتعمل لي التوازن بشكل اسرع. لكن بشكل عام شوف العلم كيف مبني. طبعا هولدا كلارك الزابر
روبرت بيك يلي اشتغل بالبلاد إلكتريفاير بوب بيك سوري. فكل هدول اشتغلوا بنفس الطريقة يلي هي كيف بيمرقوا الطاقة بيمرقوا الفريكونسي بالجسم، بس هو أوسع من هيك مش بهالبساطة هاي. المهم نفس هذا الموضوع يلي هو من 100 سنة لهلا مليون واحد طلع ما بنعده على الأصابع عدد العلماء اللي طلعوا اللي حكوا في هذا الموضوع وكلهم انطموا طبعا والناس منها جاهزة لإله، لكن بس هيك للمتعة يلي هي للأسف البطارية ضعفت معي فما حيبين معي كتير قوي. بارح كنا سهرانين بالبيت سكروا وفي عند معنا أطباء ومعنا ناس بيفهموا هيك، قالوا هيدا عالم ما فينا كيف ضوت اللمبة ولا وقت اللي مرق سلمان الفارسي وشاف دعسات قال له يا أنت نبي يا أنا غبي، قال له الأنبياء تعرف بعضها. وميتشي كوشي الياباني قال if it was not for Muhammad and Sulman we didn't have the do-in، قال له دون هالعلم يا سلمان لأنه الناس ما رح فيها تفهموا هيك بالتواتر والتواصل بالتواتر وهيك. دون العلم سلمان بأمر من محمد، وإلا الصين واليابان ماتوا وقت الهيروشيما وهيك، بس من وراء الوضوء الأكبر هيدا العلم اللي جابه محمد. بس مين بيعرف؟ قال له لا يعرفنا إلا الله، سيعود ولو على يد كافر. كافر يعني غطى جلدوا يعني غيروا له جلده. حاش تفهموا ما بدكم الحجاب هيدا تحجيم حجمتوها بهالفتاوى. انت الجنة تحت اقدام الامهات. اليوم بتلاقي اكثر شبابنا وبناتنا بلبنان بيعلق بشدق بالعلكه، ما فيني افسر له انه العلكه شو بتعمل فيك، بتقول له اقرا بدخنه إدمان الكتب اللي بيقروها والمجلات كلها هيك وهيك وهيك، بس ما في أمل. محطات التلفزيونات كلها سكروها، عم بتشفركم تشيبينج علم الجفر عند الإمام علي، الطب النبوي الشريف محطوط هلا على الموقع يعمل شغلة هيك دغري بتضوي اللمبة بتشع النور. ما بدك ولا كهرباء ولا شركات كهرباء ولا شركات مي، الشتاء بينزل شو ما طلبت ادعوني استجيب، بس بدك تعرف مع مين انت متواصل ومع مين عم تدعي. قاعد مع الشيطان وبده يجيبك الله 72 ملي بالنار لحيه. ما رح تضوي معي كثير لسببين هلا، البطاريه ضعفت وغير هيك في رطوبه بالجو، الرطوبه هاي بتعمل شيء بسموه الستاتيك الكتريسيتي. قريبا الحراره رح تكون بامه العرب ومن خاص هون بلبنان 70 مش 30 و35 و40، الرطوبة غريبة صارت مضروبة. كل اللي عم بهر شعرهم بكره انا بس بحكي واحد يكون بخبركم شو عم بصير كيف عم يضربونا بشعرنا تيشيلوا كل هالنوايا وكل هالساتلايتس اللي جوا. ما بعرف قد ايه رح تضوي، يمكن شوية صغيرة وبعدين حتطفي بسرعة. ايه عم تضوي بس لانه في نور قوي كثير ما عم بتشوفوا، تشوفوا عم تبرو، عم تشوفوا تبرو هلا طبعا عم تبرو. هيك بيضوي لبنان كله بشقفه حديدي هالقد، بتحطها على اعلى جبل حديدي هالقد بيجي بيركبها خلص. هلا هي سولار سيستم، هاي البدايه اللي بلش فيه شغل تسلا. اول شيء اذا منتبه على شغله، سلك واحد ما عم بحطه على شيء فيه سلكين سالب وموجب، مجرد ما لمس السلك ضوت. مثل ما بلغ اي بتضوي انت. شغله ثانيه، مجرد ما قويتها طبعا اذا هلا انا عم بستعمل بطاريه صغيره وضعيفه، لكن مجرد ما قويت او حطيت بطاريتين بصير الضوء قوي، مجرد ما يلمسها السلك بتضوي. والشغله الثالثه لو قويتها زياده بتصير لاسلكيه، بصير انا ماسكها من هون وهي ضاويه هون. تسلا معروف بهي الشغله، كان دائما يعمل استعراض انه ماسك اللمبه بايده واللمبه مضويه. هلا هذا العلم موجود من 100 سنة والعلم بسيط كثير، لكن شو المشكلة؟ الحقيقة بسيطة يا أخوتي، الحقيقة بسيطة، لا إله إلا الله بس، هيدي هي المشكلة. الهبل يلي موجود عندنا زي دائما إنه هل ما لا يدرس بالجامعات مثل الأدوية زي هلا نفس الشيء، بدرسوا العلم يلي بخلي حبة الدواء تنباع، لكن العلم يلي بيشفي الناس ما بدرسوه.
نفس الشيء بعلوم الفيزياء اللي بدرسوها في الجامعات هلا ما بيذكروا ابدا الامور يلي في جانب هذا العلم. طبعا الدكاتره نفسهم ما بيعرفوا بهذا الشيء لانه من 100 سنه الكتب الفيزياء عم تطلع مستثنيه فيها هاي الامور كلياتها. في شغلات تانية كمان لسه اقوى واقوى من هيك بس ما بنحكى فيها يمكن على التلفزيون. ف العلوم هلا بلشت تطلع من 100 سنه لهلا طلعوا كثير علماء بنفس الطريقه. تسلا سنه 1800 وشيء يمكن او اول 1900 المستثمر يلي كان عم يدفع تيخترع تسلا وتيكسب فلوس من وراه اجى تسلا قال له انا عم بعمل جهاز برج، هذا البرج رح يسحب الطاقه من الجو تبع الارض ورح يعطي كهرباء مجانيه لكل العالم. هاي هديتي، لانه كان انساني كثير هالانسان، هاي هديتي للعالم كله. انصدم المستثمر جي بي مورغان اللي هو من اكبر بدون تسميات ماسونيه ولا ما بعرف شو هيك، لكن من اكبر المستثمرين، اكبر بنك في امريكا من هذا الكلام. فقال لحظه شوي، انت بدك تعطي كهرباء مجانيه، الميتر العداد الكهرباء وين رح اركبه؟ شو بدي ابيع انتين؟ فنهد البرج ونهدت الشغله. وبعد تسلا طلع كثير ناس، واحد اسمه هنري موري، واحد اسمه ادوين جراي، كثير من العلماء طلعوا ما بنعدوا على الاصابع، كلهم انطموا او انقتلوا او شو ما صار. وشغله ثانيه، لما كان العلم اللي مثل هذا العلم، هاي اللي بننتبه عليها كثير، لما كان العلم مثل هذا العلم يبلش يوصل للناس، يعني سنه 1900 صارت، سنه 1950 او 45 صارت، وهلا عم تصير، صار في انترنت، صار في يوتيوب، صار في هيك، والعلم عم يطلع مره ثانيه. شو الخدعه الثانيه غير ما يطموا العالم؟ الخدعه الثانيه اللي هي يعملوا حرب عالميه. الحرب العالمية الأولى صارت لما بلشت الناس تعمل هالطاقة المجانية وهالاستقلال الذاتي، كل شخص في بيته عنده الكهرباء، عنده الزرع، عنده كل شيء، وما لازم يكون عبد لحكومة معينة، لبترول لشو ما كان. ب 1900 صارت عملوا حرب عالمية أولى، ب 1900 حوالين 1950 صارت عملوا حرب عالمية ثانية، وهلا عم يحاولوا يبلشوا الحرب العالمية الثالثة لأنه الناس بلش العلم يطلعوا فيها تستقل. والحرب العالمية الثالثة مش بإيد الحكومات، بإيدنا إحنا كشعب. زي ما عم بيعملوا هلا بزتوا فتيله بسوريا بدقوا الشعب ببعض، هذا بقول على العلوي كافر والعلوي بقول على هذا مش عارف بعرف، وينكم يا متخلفين؟ خليفه صر نجيفه متخلفه كان يا امير المؤمنين، هلا يا ملك وامير المنافقين. الرسول اليهود يلي كانوا عايشين معاه في المدينه اعطاهم الامان وعاشوا معاه وكانوا ياخذوا صدقات. كيف لما يكون اخوي وابن عمي ويلي عايش جنبي ويلي بيصلي مثلي هذا بسمي عنه بسميه كافر وبصير اقاتله؟ فننظف هالنفس. اول شغله انا تعلمتها، اول صدمه اخذتها من اوشا وقتها، يلي هي دائما الواحد بيكون عم بيحاول يعمل الشيء الاحسن، بيحاول يعمل الشيء الاحسن، لكن بيكون في شيء جوا موجود بحس انه انا عم بعمل الشيء المنيح. شو معناته هذا الكلام؟ معناته انه في غيري عم يعمل الشيء مش منيح. انا منيح وهو كافر، انا صح وهو غلط. اجا اوشو كسرها هيك، له طريقته الخاصه انه تيكسر، بس هاي بيحكي تناقضات، بيحكي هيك بس تيكسر هالحاجز. بقول لك ما في صح وما في غلط، بقول لك مره بقول لك النبي كويس، مره بقول لك النبي عاطل، مره بقول لك يسوع منيح، مره بقول لك يسوع عاطل، هيك بيعمل تناقضات تيطلع الانسان من هالحفره يلي هي انا الصح، طائفتي صح وهذا هو الغلط، انا المسلم وهو الكافر، انا المسيحي وهو الكافر، شو ما كان. تيطلع الناس من هاي الحفره. اول خطوه بنعملها بنطلع نفسنا من هاي الحفره، ثاني خطوه بنشيل الغضب. ما يكون في قلب اي بني ادم غضب. يا حبيبي يا علي. الامام علي حط احسن مثال ما في بعدها، رجع السيف لما تفل عليه. هلا وانا ديته قال خليك على يميني. يلي بيسموا نفسهم بيحكوا باسم الاسلام ما في ولا واحد فيهم 99.99 بنحكيها بس للاحتمالية هيك، ما في ولا واحد عم يطلع بالشارع بدون ما يكون في عنده غضب، الغضب لنفسي مش الله يلي عم يمشي من خلال هذا الجسد. فيلي بيسمى حاله انه بيمشي وراء دين او اسلام او طائف، ما في طوائف، لكن ينتبه اذا كنت صافي 100% من جوا بعمل الشيء الصح، غير هيك انا عم اشتغل لنفسي لاستكباري، للشيء اللي تعلمته وانا صغير تبرمجت عليه، للكبت يلي موجود عنده، للحرمان يلي صار عنده، لسبب السلطة يلي سيطرت عليه هو صغير صار عنده هذا الغضب، صار يفكر نفسه صح وهدول الكفار من هذا الكلام.
فهي العلوم موجودة والعلوم هلأ عم تطلع، وبغصب عن الحكومات العالمية أو الشرق قوة الشرق أو شو ما كان، العلوم هاي بدها تطلع. لكن هم مصلحتهم يمشوا البترول، مصلحتهم يمشوا الغاز اللي هلا جاي على الطريق. الفقر أمة العرب والأرض عنا بدهم يغتصبوها كلها، يبقى العربي فقير، وبس تكون أنت فقير بتبقى كلب للغني، بيكون هو سرقك بالأول وبعدين بيعطيك رغيف خبز وشوية بيزي. بإيدينا بجهلنا عم نقتل بعض. فرق تاسو قال لهم هتلر ما تخافوا من العرب بيقتلوا بعضهم، وبيحاولوا يعملوا حرب عالمية ثالثة وما راح تصير إلا بإيدينا. زي ما قال له شو الحرب العالمية الثالثة؟ قال له ما بعرف، بس الرابعة ما بضل حدا يخبر عن الثالثة، دمار شامل، ماشي ميتين. مرة وحدة حكي المعلم عنا عن العلكة، ما عاد في علكة عنا بكل بوسطن. قال بتدوروا الغسالة بلا غسيل، هيك جسمكم بس تعلكوا بصير في عندكم مرض اسمه السكري، البنكرياس بصير يفرز. يلا 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 يلا، وهيدي خدها العلكة، معلش ريحة تمك مش منيحة، كرمال ريحة التم علكة وخلاص. ممنوع توعى، ممنوع تصح، بتضلك مريض، وكل العلوم بالجامعات وبالمدارس وبالمتايس وبالمقاصد كلها كبوها تكون عندك شهادات على الحيطان، وبتطلع مديون ومعك سوليتير وسوليلير وسوليدير وبوليدير. أيها الأمي، بإيدينا عم نعمل الشيء، عم نعمل جهل. نفس هذا العلم يلي شفناه، الشيء البسيط هذا نفسه فيه يشيل كل الأمراض. من 1930 واحد اسمه رويال رايف، كل الأمراض بما فيها السرطان بما فيها الإيدز، شو ما كان المرض خلال 5 دقائق ما بعود موجود بالجسم. تعال عندي على البيت، ما إلي سأل إلا بالبيت، هو وأنا وكم واحد مساطيل من حزب الحمير، تعال عندي على البيت. نفس الشيء، نطمن حرق المعمل تاعه، شو ما كان مرضك إيدز، شو ما كنت، بأي نهاية بأي حال، يحيي العظام وهي رميم، وإذا عم بتموت موت بسلام. Die in peace not in pieces. فالحق علينا، العربي بده يبلش يقرأ. وين ما نروح مكان فيه انتظار الأجنبي بيكون عم يقرأ كتاب، وين ما نروح مكان فيه انتظار العربي بيكون واقف عم ينتظر. لا لا، عم بفتش عن نسوين، كي بده يشد هيك كي بده يشد هيك ويشد بالعلكة ويشد فيها، يعمل حركة هيك، عزمتني على العشاء وأنا دفعت وجيت هيك. حديث جلق وطلق، ما فيني اسمع على حدا منكم 100%. بلشوا كل واحد ما نوقع بالخدعة، كل واحد يدور على الشيء اللي بحبه، المدرسة والجامعة وشو ما كان، برمجة الناس على التعذيب وعلى يعني صار في غضب، صار في كبت، صار في تعذيب، صار في هيك امتحان وراء امتحان وراء امتحان وما في راحة، وبدرسوها صح لأنه بتصيروا يكرروا العمل، يكرروا العمل بالسايكولوجي بقولوا بتكرار العمل بطريقة معينة فوق 21 مرة بترسخ الفكرة. لهالسبب سنين الدراسية لازم تكون سنين مدرسية، بعدين سنين جامعية، وبعدين طبعاً بس هون بكونوا ضمنوا إنه وصلت هالكبت أخذ مكانه، وبالتالي ضمنوا إنه هذا ما حيعود يقرأ طول عمره. فهيك تجهيل للعالم، بدنا نبلش نقرأ، بدنا نشيل الطائفية، بدنا نشيل الغضب، بدنا نشتغل لله مش لنفسنا. هالإلهية اللي فينا، مش الله مش عايزنا بس ما عنده إيدين غير إيدينا، يتحرك من خلال هالجسد. ويك أب يا عرب، نقرأ القرآن والإنجيل وشو ما كان، بس نقرأه إحنا، نمسك ونقرأ، ما بدنا تفسير حد. كل استفتي قلبك ولو أفتوك، كل هالتفاسير يلي موجودة وهالناس يلي بيحكوا عن نفسهم شيوخ، أول شي كروشهم شايفين شو هي، شيطانهم عايش، تاني شي شايفين حكوماتهم كيف كلاب لأمريكا ولإسرائيل، البترول والغاز وشو ما كان بيروح لأمريكا ولإسرائيل ببلاش وبيجي للدول العربية بفلوس، وبعدنا منقول إسلام وإسلام وإسلام. فكل واحد ينظف بيته، ما بدنا عنجهية، ما بدنا إرهاب، ما بدنا أي نوع من الفايولنس والضرب والكذا والهذا بالشارع والثورات الكذابة، لا بدنا سلام، بس بدنا وعي. والشعب مثل ما عمل شعب مصر، للأسف النهاية إن شاء الله إنه تكون كويسة، لكن مثل ما عمل شعب مصر نزل طلب صارت الشغلة. هيك الطريق، طريق بسلام بحب بمؤاخاة بين الناس، والواعي ما بقدر عليه حد. بلش بنفسي، إذا أنا ما غيرت نفسي أنا بأوسخ بناية بالعالم العربي وبمن فيها، ما لي عليها بأمة العرب. نحط إيدينا بإيدين بعض، أي شخص بفرق، أي شخص بزرع بذرة التفريق، بنعرف إنه هذا هو يلي ضد الطبيعة، ضد الإسلام، ضد شو مكان. هلا وقت تا خلال سنتين ما بدنا نعمل أي شيء فيه عنف،
بدنا خلال سنتين نحول هالعالم لجنة وفينا. بدنا 200 شخص هيك، إذا في 200 مريد، ما عندنا تسلا، ما عندنا، بس 200 عطشين بيروح على النهر، بس وحده هو بالأردن، وحده أنا بلبنان، نهر بينشف بهالصحراء. مصير منفل بيبعتوا ورانا، وشو بدكم تعملوا؟ بدنا نسب العرب والمسلمين. يا خيبة ندفع التمام لشخير الموت. نرجع نقعد وحدنا ثلاثة أربعة. ما في أمل، لا تندهوا. الكتاب خير جليس. وإذا إذا إذا عندك صديق منيح في هالحضرة بهالمحطة، وكلهم منحطين. شو هالبرامج هيدي تيبرمجوك هالحضرة، تتفك البرمجة اللي عندك، مش دي بروجرام وري بروجرام وفكون كلهم. ما تفتحوا التلفزيون، احضروا هالحضرة إذا كنتوا من أهل الحضرة. ونركز دائما على الشيء الإيجابي، ما حد يحكي بالشيء السلبي أبدا. الكل يضوي شمعة، الكل يعمل شيء، يزرع شجرة، يعمل أي شيء، ينظف شارع، ينظف غابة، يجمع مية، مية الشتاء اللي عم تنزل، شو ما كان، نعمل الشيء الإيجابي، هي اللي بتزرع رحمة. نرجع للطبيعة، نقرأ القرآن ونفهمه إحنا، ما بدنا حدا يجي يفسر. إيه قاله بس الإسلام من لما مات الرسول صارت فيه كتير شغلات، وسبب الشغلات اللي صارت إنه النفس هي اللي عم تشتغل، مش كل شخص بيقرأ القرآن بنية صافية، مش يعني عم يقرأ بنية إنه بده يعمل الشيء المزبوط، مش تيفسر ويعمل الشيء اللي بنفسه ويستخدم هذا كأداة حتى يعمل الشيء اللي بده إياه. ف يعني ما بتنحكى كفاية، نحط إيدينا في إيدين بعض، نلغي شيء اسمه طائفية. أي شخص بيحكي باسم طائفة بحب، بكل حب نأدبه ونقول له إنه لا، ما بيصير هذا الكلام. وخلال سنتين نحكي هالكلمة، شوف قد الكلمة كتير قوية. خلال سنتين بدنا نعمل هذا العالم العربي جنة. عم يحاولوا يعملوا حرب عالمية ثالثة تيطموا العلم، العلم عم يطلع هلا، إنترنت، يوتيوب، مكاتب، كل شيء موجود والعلم عم يطلع. لكن مثل ما صار من 100 سنة، مثل ما صار من 50 سنة، رح يرجع ينطم مرة ثانية إذا ما كنا إحنا جاهزين لإله، وإن شاء الله نكون جاهزين لإله. دائما اللطيفية موجودة، بس إذا هلا بصدق بشتغل. أتعرف على نفسي. أشوف هالغايات من وين جاية. كتير بمر علي ناس يعني منه معقول عم يتصرفوا على أساس إنه هم خيرة الشعب والمثالية، لكن ما عم يشوفوا قد إيه عندهم كره لهون ولهون ولهون. هي لعبة الطائفية إنه أنا الصح وهذا الغلط، وهو طبعاً بكون مفكر نفسه بحلاوة الإيمان في أرقى درجات السعادة وشو ما كان، ما بينتبه كيف لما تنذكر اسم طائفة تانية هالشيطان بيشتغل فيه وبيعصب إنه هذا غلط، هذا كافر، هذا اللي دمر الدنيا، هذا اللي هي. ننتبه على هاي الخدعة. كيف ما عم نفكر يا أخوتي من 100 سنة ما كانت هالأمراض، طبيب أو طبيبين بكل بلاد البترون والكورة، وهو خالي خي أمه وبيه وما يعطوا أدوية. ليش هالأمراض عم بتزيد؟ إذا الطب هيدا حقيقة، ليش عم بتزيد أمراضنا؟ ليش شترولنا دماغنا ما بقى عم نفكر؟ منشدق بالعكة ومنلبس هيك مثل ما بده، هيك جينز بترر ونشد اسمه جينز، ودايت فود وأورجانيك ونينيني، وممنوع تدخنه بس بتقتله كل شيء، بس ممنوع الدخان، وبعدين عندنا عم بيحشوا بالدخان بالأشرفية، اليوم شيء بفطس على الطرقات وبالبيت وبالقهوة. إيه يجوا يعملوا فيها زبط، بيعمل لها غير الزبط وبيمرق الحال، وبيعمل لها غير زبط وبترجع بتفتح الفرمشية والإدوية كلها عتيقة. يا عار العالم، اللهم عجل بالدمار الشامل. ما في حل إلا بالدمار الشامل، واللي بيبقوا 10% بترجع بتجي الحضارة اللي حكيوا فيها الأولياء والأنبياء وعلماء بنوع خاص بأمة العرب. وين وصلنا يا عار العالم؟ كل واحد يفكر بنفسه كل يوم، شو عملت لنفسي، لأم الأرض، للآخرة، بشخير الموت. كتير حرام، كتير حرام. ما حد يترك على نفسه أي شيء، بأي لحظة تركين هالجسد، ما عارفين إمتى تركين. ما حد يترك أي شيء على نفسه، شو ما كان، شو ما كان صغير. لو كان، لو نظرة شفت بني آدم أو تصرف عملته وتضايق فيه هذا الشخص، ما تترك أي شيء، لا مادي ولا معنوي، أي شيء. كتير حرام اللي عم نعمله. الحق شيطان أخرس، اللي عم بعمله بنفسي. تعلمت كتير وكل يوم بتعلم،
لما اكل شيء غلط، لما اكل كذا هيك. انا على نفسي بعرف، يعني لما كنت اجرب افك هل اي شيء موجود في عاطفي او شغله احاول افكها، مثلا في اشتهى لشيء معين لشيء معين لشيء معين، لما اكون عارف نفسي اني عم بعمل هذا العمل تأفك هالعاطفة، ما اتاذى من اي شيء شو ما اكلت. في لحظه معينه اذا اكلت شغله زياده لنفسي فورا اتاذى منها. شو هالعلم نهائيا؟ مجرد ما انا عم بعمل اللي عم بعمله لغايه اني بدي اتعلم، بدي ارتقي، بدي يعني عم بعملها للشيء للعلم، للارتقاء، تأفك، تعمل شيء احسن، شو ما كان، شو ما بدنا نسميه. مجرد ما كنت عم بعملها هيك الله موجود معي. اذا دخلت هالنفس فورا تجيني اللطشه، الاشاره، لا ارجع خطوه لورا، انتبه. بس بدنا نكون واعيين، نكون واعيين لكل شيء بنعمله. النفس الأمارة بالسوء، انتبهوا، نحن ما دون الحيوان. الحيوان بيعرف أي متى ينكح وينبح، يعني ما بياخد إذن. بس فينا نرتفع من هالنفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. هونيك الحي القيوم مع الحي القيوم. أنا خيال الألوهية وبس موت بالله. أنت هونيك بهالوجود، لا بتخلق ولا بتموت. ليش تتروح وتجي مليون مرة؟ Now or never. يا حكام العرب، كلكن معكن كتب من إيدين هالمرة. فت على المطبخ تطبخلكن، تركت كتب عربي إنجليزي ببيوتكن. يا عار العالم، ما في واحد بهالأمة العربية قدر فتح محطة تلفزيون ما فيها انحطاط، ولك ساعة لله و23 لميل عبد الله. ما التقى بكل أمة العرب إلا هالحضرة. ما بدي أشكركم، مش خرج الشكر.